بمناسبة الحج بقى ومكة، هنقول حاجة صغيرة دقيقة واحدة نختم بيها بمناسبة الحج، يعني إيه وسيدنا النبي وحجر إسماعيل والحاجات الحلوة دي. يا مكة صورك متين، فيك الرضا فيك، فيك مقام الخليل، حجر إسماعيل فيك لما أراد ربنا يا مكة يرضيك، أسبل عليك الرضا ولد النبي فيك. يا مكة صورك متين، فيك الرضا لما أراد ربنا يا مكة يرضيك، أسبل عليك الرضا ولد الحبيب فيك. سيدنا النبي صلوا عليه، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك.